سؤال بسيط، حضرتك عندك هدف في حياتك، حددت هدف لنفسك عشان توصل له؟ اوعى تقول هو الواحد يحدد لنفسه ازاي في البلد دي هدف، ولا تقول هدف ايه يا سيد، احنا يا دوب عايشين اليوم بيومه، لان ده كلام الفاشلين حتى في انهم يحطوا لنفسهم نقطة انطلاق بغض النظر عن نقطة النهاية. عارف ليه؟ لأن نقطة النهاية ممكن تبقى بكرة أو كمان دقيقة، ومحدش هيقول لك آخر الخط كمان 5 دقايق يا أستاذ، أو يقول لك المحطة الجاية بنها اللي نازل بنها. توفيق الحكيم كان قال ما معناه، المقصود من الهدف هو السير نحوه مش إنك توصل له. عشان كده عمري ما حسيت إني آمن إلا وأنا أسير وأعمل، لأن القدر لا يسخر ممن يسيرون ويعملون، وإذا فعل فلا يجد عندهم وقت أو فراغ ليتأملوا فيه. لكن القدر يسخر أقصى السخرية من اللي يظن إن هو وصل لهدفه. كلام مهم إنك ما ينفعش تقول أنا وصلت للهدف، فما بالك إنك تقول أنا أصلا ما عنديش هدف. طب لما توصل آخر الخط هتكون أصلا مشيت في الطريق اللي يودي لفين؟ تحديد الهدف مش سهل، فتروح طالع وقايل أنا هدفي السعادة أو هدفي إني أرضي ربنا، لأن حتى أي هدف من دول له طريق لازم تمشيه وتحاول توصل لنهايته اللي غالبا مش هتكون متأكد إنك وصلت لها. تقدر تتأكد إنك رضيت ربك؟ تقدر تتأكد إنك سعيد؟ ما أعتقدش. بس خلي بالك، طريقك مهما افتكرته طويل ممكن يخلص منك فجأة، فدايما اشتغل على هدف بعيد وأهداف في الطريق. وزي ما توفيق الحكيم قال، اوعى تقول أنا وصلت، لأن محدش هيقول لك الحمد لله على السلامة. لكن ممكن وانت بتحاول لآخر نفس حد يقول لك ربنا معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزارة الداخلية في بيان اتأخر كتير قالت ما عندناش معلومات ومفيش أدلة على وجود تهديدات أمنية في الفترة دي حسب تحذيرات البعض، والمقصود بالبعض ده سفارات أمريكا وبريطانيا وكندا اللي كانوا حذروا رعاياهم امبارح في بيانات كانوا حريصين إنها توصل لمواطنينا إحنا إنهم يتجنبوا الأماكن العامة بكرة. بيان الداخلية قال الإجراءات اللي عملها الأمن جاية في إطار خطة الوزارة الاستراتيجية اللي نجحت في ترسيخ مناخ استقرار وأمن في مصر. والبيان قال الشرطة بتتحلى بالجاهزية واليقظة التامة والاستعداد عشان تأمن الجبهة الداخلية قدام كل المواقف وفي أي وقت. موقع أصوات مصرية قال إن مسؤول في السفارة الأمريكية قال لهم إن سبب إصدار التحذير هو الزحام اللي هيسببه الأوكازيون، وده موضوع عادي جدا حسب اعتبارات شايفاها السفارة الأمريكية بسبب الزحام على الأسواق بعد المبادرات اللي بتتعمل بتاعة تخفيض الأسعار. يعني عمرو أديب طلع هو السبب في التحذير بتاع السفارة الأمريكاني، يعني اللي قلقان من السفارة يمسك في خناق عمرو. المهندس نجيب ساويرس ما عجبوش كلام الأمريكان فكتب على تويتر بالانجليزي عشان الكلام يوصل للامريكان والكنديين والانجليز، قال على سبيل المجامله كان لازم سفارات امريكا وبريطانيا وكندا قبل ما تعلن البيانات التحذيريه تتواصل مع الامن المصري، واعتقد انه ما كانش عندهم اي معلومات قويه. مصدر امني مسؤول كالعاده ما قالش اسمه، قال بقى لدوت مصر امريكا قبل ما بتاخد اي اجراء احترازي بتبلغ الجهات الأمنية وعلى أساسه بيتم التعامل الأمني، لكن التحذير المرة دي ما سبقوش أي تعاون. بالإضافة لكده رفض الأمريكان يدونا أي معلومات بخصوص أسباب التحذير،
وقال مصر عملت كل الإجراءات الأمنية المناسبة توقعا لأي حدث غير متوقع. المصدر المجهل أو المصدر المجهول كده زي فيلم الرجل المجهول قال لدوت مصر: بنتعامل بجدية مع التحذير الأمني، ووزير الداخلية ادى تعليمات عشان نرفع درجة التأهب للتعامل مع أي مخاطر أمنية. وقال أمريكا ما أعلنتش التحذير ده في ذكرى ماسبيرو اللي فات ولا اللي قبله ولا اللي قبله، وما حذرتش رعاياها، لكن بيان السفارة بيحذر من تجمعات وحفلات وأماكن بعينها، وحتى لو كان التحذير ده احترازي فإحنا هنتعامل معاه بجدية لحد ما نثبت العكس. وبيقول قدمنا طلب أمني للسفارة الأمريكية إنها ترد على استفسارات الداخلية بخصوص أسباب تحذيرها بدون تنسيق مع الجهات المصرية. ممكن حاجة تحصل بكرة؟ ده السؤال المهم في مصر من امبارح لحد دلوقتي ولحد ما يخلص بكرة. إجابتي سهلة، ممكن تحصل حاجة في مصر أو برا مصر أو في أي مكان في أي وقت، وده شيء عادي في عالم احنا عايشينه بيعاني من الإرهاب. الإرهاب ده ضرب فرنسا، ضرب تركيا، ضرب إنجلترا، ضرب أمريكا نفسها من غير ما حد يطلع تحذيرات. طب ليه في مصر بتطلع تحذيرات وبره مصر ما حدش بيحذر من حاجة، رغم ان الضربات الارهابية بره اكتر بكتير من اللي بتحصل في مصر؟ حتى في تركيا حذروا ان انت تقرب من حدود تركيا مع سوريا، كأن في واحد عادي كده ومنطقي ممكن يروح يقرب من الحدود دي وقال لك مسافة 10 كيلو. هقول لك بعض اللي انا كاتبه في مقال في جريدة الوطن، اتنشر على موقع يمكن دلوقتي من دقايق، بكرة هيكون موجود في العدد الورقي. قلت التحذير صادر من مكتب الأمن التابع للخارجية الأمريكية وكررته السفارة على صفحتها على فيسبوك، وقلت إن هدفي ليس انتقاد السفارة لأن من حقها تحذير رعاياها من أي خطر محتمل، ولكن هالني ما قاله نواب في البرلمان المصري أن الهدف من التحذير هو إفساد احتفالات البرلمان بمرور 150 عام على تأسيسه، كأن هذا الاحتفال يعني شيء للأمريكان. قلت تعودت أن أخذ هذه التحذيرات مأخذ الجد منذ تحذير نتنياهو سنة 2012 لرعايا بلده بمغادرة سيناء على الفور. ساعتها حذرت من على شاشة الفضائية المصرية ان الامر ليس عاديا وان حادثا كبيرا وشيك، فلم يلتفت احد. موقع يوتيوب شال ولغى مقطع فيديو التحذير اللي كان عنوانه نتنياهو ناولنا على مصيبة، بعد ما اتحط على الموقع بساعتين. الموقع التابع لشركة جوجل ما رجعهوش الا بعد 3 ايام او بعد يوم من حدوث مذبحة رفح الأولى لجنودنا في سيناء. قلت لم أكن أملك معلومات استثنائية أو مخابراتية ولا أتمتع بحس أمني يزيد عن أي مواطن عادي، ولكن مصدر التحذير هو السبب وكذلك لهجة التحذير التي اختلفت عن سابقتها، وهذا هو ما أستشعره اليوم من متوالية التحذيرات الغربية التي تشير لأن بين أيديهم معلومات أن سوءا قد يحدث في مكان ما عام ومزدحم. انتهى الاقتباس من مقال الوطن الليلة أو بكرة الصبح. اعترضنا اتصال هاتفي بين 2 إرهابيين، ده كان الكلام اللي البريطانيين وقت تفجير الطائرة الروسية قالوه لما سبقوا كل وكذبوا حتى الإرهابيين اللي قالوا ان هم ضربوا الطيارة بصاروخ، فطلع الإنجليز وقال لك لا لا دي اتفجرت من جواها. فالإرهابيين قالوا للبريطانيين صحيح ده احنا نسينا والله عندكم حق، والإرهابيين يعني هيفتكروا إيه ولا إيه؟ وغير الكلام ده راحوا جايين الإرهابيين بعد كده مغيرين كلامهم وراحوا ناشرين صورة كان بتاعت حاجة ساقعة كانت فاضية، وقالوا أصل إحنا حطينا القنبلة جوه العلبة دي، زي صحتك في العلبة دي قنبلتك في العلبة دي. وقتها كان وجهة نظري إننا لازم نحاسب البريطانيين اللي كانوا عارفين حسب كلامهم هم ان في تفجير ارهابي حصل وبيحصل، وما قدموش تحذير للمصريين ولا للروس ولا حتى للاتراك اللي هم اصحاب الطياره، وخلوا الكلام لنفسهم وبينهم وبين نفسهم. فوقتها قلت ان البريطانيين لو كانوا اعترضوا اتصال على الاراضي المصريه فدي جريمه تجسس على شبكات الاتصال في مصر.
النهارده بقى بكرر الكلام انه لازم نحاسب الامريكان والبريطانيين والكنديين لو طلع الكلام صح وطلعت التحذيرات حقيقيه، لان التعاون الامني بين الدول مش بالمزاج. يعني بكره على راي صديقي احمد صدقي، لو انبوبه بوتاجاز فرقعت في قهوه بلدي عشان القهوجي مش مركب منظم، يبقى من حقنا نقاضي امريكا جوه امريكا لانهم تكتموا على معلومات عن عملية إرهابية، والكلام ده حسب المادة السادسة من قانون جاستا اللي هم لسه عاملينه. طب لو طلع الكلام غلط؟ هيقول لك ما احنا قلنا لكم، كنا قلقانين من الأوكازيون بس، فقلنا للناس ما تروحوش قاعات موسيقى اللي في رأيهم في قاعات الموسيقى دي بنبيع شباشب، ولا تروحوا مباريات كورة، أصل مباريات الكورة دي بيتباع فيها ملابس داخلية عشان الأوكازيون. وبعد ما تكون الناس قلقت واللي كان اصلا بيفكر يجي مصر يرجع في كلامه. هل تصرفات الامريكان والانجليز والكنديين تصرفات طبيعيه؟ طبعا وبالتاكيد لا، لا تصرفاتهم طبيعيه ولا هم ناس طبيعيين في التعامل. ويا ريت الخارجيه المصريه تبطل تدين كلامهم وتبدا كده تستدعي السفراء الثلاثه، يا إما يقدموا معلومات حقيقية، يعني اعتبر اللي مش هيقول منهم الحقيقة شخص غير مرغوب فيه، وده حسب الأعراف الدبلوماسية، ويرجع على بلده بالسلامة. إن الأوان إننا نعيد النظر في رد فعلنا الضعيف تجاه الناس دول، لأن بصراحة مش فاهم يعني إيه ما يقدموش المعلومات اللي عندهم لأجهزة الأمن هنا في مصر. لأن التعاون مع الأمن المصري مش بالمزاج يا سادة، مش عالكيف، مش براحتك، مش وقت ما تحب. أما المصدر الأمني المجهول اللي صرح لضوء مصر بعد ما اتنبح صوتنا امبارح وقعدنا نتكلم مع الداخلية ونديهم في اتصالات و و و وما سمعناش حاجة، فطلع البيان النهاردة بالكلام اللي قلته من شوية. البيان الداخلية لسه هتطلب معلومات عن تحذير السفارات من حاجات هتطلع بكرة، وطبعا السفارات الثلاثة أجازة النهاردة وأجازة بكرة، فمحدش هيرد على حد، والحجة موجودة. الناس أجازة يعملوا إيه؟ يعني يفتحوا مخصوص عشان يردوا علينا؟ فبقول للداخلية كان مفروض على الأقل، على الأقل يعني إذا كانت الخارجية ما استدعتش السفرة، الداخلية تستدعي مسؤولين الأمن في السفارات الثلاثة فورا، مش ننتظر لما يردوا علينا بكرة ولا يردوا علينا بعده. دي تحذيرات طالعة من ثلاث سفارات لدول كبيرة في مصر، وردهم أصل عشان الأوكازيون ولا الزحام ولا عشان مبادرات تخفيض الأسعار، فلازم نفهم إن الناس دي بتتريق علينا، ومش لازم ردنا عليهم يبقى بسيط ولا مؤدب، لأن الأدب مع الناس دول الحقيقة جابنا ورا. آسف إن أقول، شوف إردو اتعامل إزاي مع السفير الأمريكي في أنقرة لما قال كلام ما عجبهوش من كام أسبوع. فخلينا نقول عندنا واقع موجود بكرة، والواقع ده بيقول، بقول للناس ما تقلقوش، بقول للأمن كونوا مستعدين واكثر حرصا واكثر استجابه مع الحدث، عندكم استجابه مع الاعلام، وافضل في استجابتكم، بلاش مع الاعلام لانكم بعتتم النهارده بيانات، بس خليكم افضل استجابه معانا احنا هنا في القاهره 360، وهو معايا عبر الهاتف سياده اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخليه للعلاقات والاعلام. اهلا سياده اللواء. اهلا بيك يا استاذ سامي، ازي حضرتك؟ يعني عايز بس اطمن من حضرتك على استعداداتنا بالنسبه لبكره، لان الناس قلقانه. انا عارف ان حضرتك في بيان خرج من الداخليه النهارده، وعارف ان في اتقال فيه ان احنا مستعدين. الى اي درجه احنا مستعدين؟ وهل استعداداتنا دي سببها ان التحذيرات، ولا عندنا معلومات بتقول ان في حاجه ممكن تحصل بكره؟
استاذ اسامه، انا عايز بس يعني ااكد لحضرتك نقطه جوهريه. اتفضل يا فندم. ان احنا في الامن او وزاره الداخليه في مصر تعي حجم التحديات وتعي حجم المخاطر وتدركها ادراك شامل، وبتتعامل معاها باجراءات لا يومية لحظية، ولا تخضع اطلاقا لا التهديد لحظي ولا اليوم ولا الاسبوع، ولكن هي باستمرار في حالة يقظة وجاهزية. ودي اللي بقول لحضرتك عليه ده، ان احنا اليوم او التحذير او اي شيء من هذا القبيل لا نتوقف عنده كثيرا. ان السيد وزير الداخلية الاسبوع اللي فات يوم الخميس اللي فات مباشرة قام باجراء اجتماع موسع مع كل مساعدينه لبحث الخطط الأمنية والاطمئنان لجاهزية القوات ووضع التدابير الإضافية التي يمكن أن تساعد في إذكاء وتدعيم الخطة الأمنية بشكل عام. وده كان مش وليد بقى تهديد جالنا أو تهديدات محتملة طرحها البعض أو طرحها هنا أو هناك، ولكن إحنا باستمرار في حالة استنفار، لأن إحنا في منطقة إقليمية بتموج بصراعات بتزكي وتنمي ظاهرة الإرهاب اللي بتأن منها يعني ليست مصر وليست المنطقة فحسب، العالم كله. طيب سيادة اللواء، يعني أنا عارف أن الخارجية هي اللي بتتعامل مع السفارات، تمام. ولكن مسؤولي الأمن في السفارات أعتقد أن اللي بتتعامل معاهم الداخلية، مش كده ولا أنا غلطان؟ لا لا مش غلطان. طيب هل احنا النهاردة استدعينا مسؤولي الأمن في السفارات نقول لهم جبتوا الكلام ده منين؟ لان هم اكيد اللي بيجيبوا مثل هذه المعلومات، جبتوا الكلام ده منين وعلى اي اساس ومعلوماتكم ايه؟ ولا هنستنى لما يبقوا يردوا علينا بعد ما يعدي بكره؟ بص يا فندم، انا عايز اقول لك حاجه، احنا مش بنستنى لغايه ما يعدي بكره او بعده، ولكن احنا بنأكد لحضرتك ان السلطه المصر بتعمل بتنسيق كامل مع بعضيها وبتكامل ادوارها. وزاره الخارجيه اجرت هذا الاتصال بالفعل، قامت بالفعل من خلال قنواتها الدبلوماسيه باجراء اتصال بالسفاره الامريكيه، تمام. وطلبت بالفعل يعني تحديد هذه الاسباب ليه، علشان خاطر لا لشيء الا عشان احنا اذا كان عندنا معلومه ناقصه نكمل معلوماتنا، يعني ليس هناك ما يضر ان احنا نحصل على اي معلومات تفيدنا في تدعيم ركائز امن واستقرار مصر. نتكلم على دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط، التعامل مع أمنها يجب أن يكون على نفس مستوى التوبوغرافيا والجغرافيا لمصر. وإحنا هنا حضرتك، أنا بكلم حضرتك النهاردة من مدينة السلام، مدينة شرم الشيخ. الحقيقة إحنا هنا جايين عشان برضو نطمئن على سلامة واستقرار الإجراءات الأمنية المتخذة هنا، وده مش معناه ان احنا تركنا القاهره وجينا شرم الشيخ، احنا منتشرين في كل مصر كلها من اجل تدعيم الاجراءات الامنيه. ما هو ده يا فندم نفسه. يعني يمكن القلق اللي موجود ان بعض الناس بتقول، وحتى انا كاتب ده في هذا المقال، ان ممكن يكون الانظار تتجه الى شرم الشيخ، الامن يتوجه الى شرم الشيخ، تركيز الامن لان عندنا ضيوف كثيرين من الخارج، فبالتالي محتاجين نامن شرم بشكل مناسب جدا. فقد يرى البعض ان دي ممكن تكون فرصه لخروقات امنيه ممكن تحصل سواء في القاهره او في اي مدينه اخرى في مصر. لا انا باكد لحضرتك ان الاجراءات الامنيه اللي تتخذها مصر لا تؤمن منطقه وتترك اخرى على الاطلاق. احنا الامن في جمهوريه مصر العربيه منتشر في جميع المحافظات في كل مكان. الاجراءات الامنيه المتخذه بتستوعب حجم التحديات، واعتقد ان ممكن يحدث العكس، مش اللي حضرتك بتقوله بقى، لا ده ممكن يحدث العكس، يعني عشان البؤره دي فيها نوع من انواع التدقيق يحدث في حته ثانيه اجراءات الامنيه تقل اطلاقا. لا يمكن ان يحدث هذا على الاطلاق، بل التامين يجب ان يكون شامل لكل ربوع مصر. يعني حضرتك عندنا ضيوف من خارج مصر، فيجب ان يكون التدقيق في الاجراءات اكثر وضوح واكثر ايجابيه، والاهتمام يكون اكثر على مستوى مصر كلها، لان مصر عباره عن كل اللي يتجزا، وليس الاجراءات الامنيه والخطه الامنيه تخضع لمنطقه وتترك اخرى. عظيم يا فندم. سؤال اخير يا فندم، بس هو تكرار لسؤال حضرتك بس ما ردتش عليا فيه بدبلوماسيه شديده جدا، وقلت لي الخارجيه مسؤولي الامن في السفارات متى يتم استدعائهم من قبل وزاره الداخليه، عشان خاطر دول اللي بتتعامل معاهم الداخليه، فتقول لهم تعالوا هنا، ايه الكلام الفارغ اللي طالع من عندكم ده، سواء ثبت ان هو خطا ان شاء الله
او ثبت باي شكل من الاشكال ان هو صحيح ونجحت الداخليه في احباط ما يتم من مخططات. هو مش استدعاء يعني، عشان حضرتك بس نسمي الامور مسمياتها، هو لما بيكون في شيء مبرر لاعلامنا بيه او طرحين عليه او العكس، احنا مبرر او حاجه زي كده، بنتبادل هذه الحوارات. لكن الاستدعاءات دي والقناه الدبلوماسيه دي من اختصاص الجوهري لوزاره الخارجيه. لكن مع مسؤولي الامن بيتم التشاور معاهم يعني، او الحوار التشاور، تبادل المعلومات اذا كان هناك معلومات، ده العالم كله بيخضع. وهل ده حصل يا فندم بالفعل مع مسؤولي السفارات الثلاثه للامن؟ بالنسبة لهذا الموضوع الخارجية اللي تولدته، حتى مع مسؤول الأمن، حتى مع مسؤول الأمن حاليا، لأن هي بتتحدث من خلال قناة دبلوماسية دلوقتي. نعم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وكل التوفيق إن شاء الله في هذا التجمع العالمي اللي موجود في مدينة شرم الشيخ. بشكر سيادة اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام. يعني ربنا ان شاء الله يسلم، وان الامور ما يبقاش فيها حاجة، ويكون اللي بيعملوه الامريكان والكنديين والانجليز نوع من انواع المناورة. الحقيقة تحديد الاماكن انا مستغربه قوي، يعني لما قالوا قاعات الموسيقى، هو احنا عندنا كم قاعة موسيقى في مصر؟ عندنا ايه؟ الاوبرا مثلا دي بنسميها قاعة موسيقى، هل بنسمي مثلا ساقية الصاوي دي قاعة موسيقى؟ لما يقول لك المباريات، اماكن انعقاد المباريات الرياضية، لما بيتكلموا طبعا لما يقولوا المولات، عندنا مولات كتيرة قوي ربنا يزيد، لكن في حاجات بيحددوها كده في هذا الكلام اللي هو عادة الاجانب ما بيروحوهاش الا نادرا، فان هو يبقى بيحط تحتيها كده خطوط كلام مش مفهوم. وعادة تاني هقول انا شخصيا بأخذ مثل هذا الكلام مأخذ الجد، ما باخدش الكلام ده على اساس انه هو هزار. وتاني بقول عفوا، ممكن تحصل اي حاجة في مصر زي ما ممكن تحصل في اي مكان في العالم، او زي ما حصلت في كل مكان في العالم وهتحصل وهتفضل تحصل. النهاردة فوكس نيوز طلعت تقول ان ناس مسلحين مجهولين اقتحموا ماكدونالدز في مدينة ليكلاندز في فلوريدا، واحتجزوا رهاين، والشرطة بتقول ان المسلحين دول كانوا سرقوا عربية، ولما الشرطة لقت العربية المسلحين هربوا من المكان ودخلوا على المطعم، والشرطة والقوات الخاصة حصروا المطعم اللي كانوا واخدين فيه الرهائن. إذن قدامنا موضوع واضح جداً، مع ان يعني مفيش يعني اوكازيون مثالي في ماكدونالدز، ولا كان في اوكازيون على البيج ماك، ولا في تخفيض على الماك تشيكن، ولا عمرو اديب وصل لليكلاند عشان خاطر يعمل الكلام ده كله. يعني عادي انها بتحصل، وعادي انها تحصل، انما اللي مش عادي هو طريقتنا في استقبال كلام ناس المفروض يتحاسبوا على كلامهم عن بلد هم ضيوف فيه، ومش مفروض نقبل الجلياطة والتجاوز بتاعهم ونهدر السيادة المصرية. الرد لازم يكون قوي وحاد وحاسم، ولو حصلت حاجة في مصر لا قدر الله لازم تتوجه لهم اتهامات، ومش لازم الموضوع يعدي، ولو ما حصلش حاجة يتحاسبوا برضو لتكدير السلم الاجتماعي. ألا بلغت؟ اللهم فاشهد. المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتمع النهاردة مع وزير التموين ومع ناس بتمثل جهاز الخدمة الوطنية عشان يدرسوا اجراءات عاجلة بيتم اتخاذها عشان السكر يتوافر بكميات كافية واسعار مناسبة في السوق، بما فيها تعاقد على استيراد 420 الف طن سكر خلال ايام بالتنسيق بين وزارة التموين والخدمة الوطنية، والتعاقد هيبقى خلال اسبوع على استيراد 200 الف طن سكر اضافية، واجراء تاني هو ضخ 50 الف طن لشركات التعبئة عشان تتوزع على محلات البقالة وعلى القهاوي وعلى الافران.
هيتم برضو التنسيق مع السلاسل التجارية في المدن الرئيسية عشان يسحبوا احتياجاتهم من السكر من شركات إنتاج السكر التابعة لوزارة التموين، وبشكل مستمر لمنع الاختناقات، وعشان ياخدوا إجراءات تانية، منها على سبيل المثال إن هم هيوزعوا 70 عربية تبقى بتتنقل في الصعيد وفي وجه بحري معاها كميات إضافية من السكر، ده غير المنافس بتاعت وزارة التموين في المحافظات. رئيس الوزراء بيقول الحكومة بتنسق مع البنك المركزي وأتاحت من خلال التنسيق ده اعتمادات مالية عشان توفر السلع الأساسية الغذائية، وكل التعاقدات تتم، دي كانت تكلفتها 1.8 مليار دولار، ده تنفيذا لخطة عاجلة عشان تتوفر أرصدة كافية من السلع لمدة 6 أشهر. وهو أمر بأن تستمر المتابعة الميدانية يوميا لحركة تداول السلع، ويأكد على تكثيف الحملات الرقابية بشكل يضمن أن السلع تتوافر بكميات وأسعار مناسبة، ويمنع أي احتكار للسلع أو أي تلاعب في الأسعار. وزير التموين بيقول غرفة عمليات الوزارة بتتابع حركة التداول وبتتلقى شكاوي على رقم 19280، ووزارة التموين هتعمل مناقصة رز لتوريد 500,000 طن على الأقل. مش عارف بقى دي مناقصة رز مستورد ولا رز محلي، لان انا جات لي رسالة الحقيقة من يومين ما انتبهت لهاش قوي الا بعد ما قريت تصريحات سيد رئيس الوزراء والاجتماع بتاع النهاردة. الرسالة كانت جات لي من الدكتور نادر نور الدين، اللي بيقول فيها: حين سعر الدكتور خالد حنفي سعر استلام الرز من المزارعين بسعر 2400 جنيه للرز العريض عريض الحبة وسعر 2300 جنيه لرفيع الحبة، قلنا وقتها ان السعر مجحف للفلاحين، وان الغرض منه اخراج الدولة من استلام الرز من الفلاحين وتركه للتجار، لان السعر العادل لاستلام الرز ما بين 3200 ل 3500 جنيه للطن. قال: تحدينا الدكتور خالد حنفي لان لو ان الدولة استلمت كيلو جرام واحد من الفلاحين بالسعر ده. بيقول: الآن التجار زايدوا على الدولة ورفعوا سعر شراء الأرز من الفلاحين لما بين 3200 ل 3400 جنيه للطن، وبالتالي هيستحوذ التجار وحدهم على الأرز المحلي الفاخر، وعلى وزارة التموين إنها تبدي مرونة وتتخلى عن أسعار خالد حنفي وتعلن إنها تشتري الرز من الفلاحين بسعر 3500 جنيه للكيلو، وده يرضي الفلاحين وهو سعر مربح للدولة، لأن بعد الضرب والتبييض للرز سعره هيبقى 4.5 جنيه على الدولة، وممكن تبيعه في المجمعات وبطاقات التموين ب5 جنيه، لأن التجار هيبيعوه بسعر من 8 ل 10 جنيه. الدكتور نادر نور الدين بيقول: الفقراء بيقولوا إن الدولة سابت رزنا للتجار وبتستورد لنا رز هندي مش مقبول محليا ومسمينه الرز البلاستيك وما بيتماشاش مع نمط غذاء الغلابة، وبالتالي الغلابة بيحسوا ان هم بياكلوا اللي غيرهم بيرفضوا. وبيقول: الدولة بتترك سكر المصانع الحكومية للتجار يشتروه ب4.5 جنيه للكيلوجرام ويبيعوه من 8 ل 10 جنيه، مع ان وزارة التموين كانت بتحتكر كامل انتاج المصانع الحكومية من السكر مقابل هامش ربح بسيط عشان تغطي التزاماتها لبطاقات التموين، سواء بطاقات التموين او المجمعات، وده تم الغائه لصالح سكر التجار، وبالتالي الدولة لازم تعيد احتكار انتاج مصانع الحكومة من السكر وما تسيبوش للتجار يشتروه بسعر بخس والحكومة تستورده من البرازيل بسعر 545 دولار للطن. فالحكومة أولى بإنتاجها والدولة أولى بدولاراتها القليلة وليس التجار. ده كلام الدكتور نادر نور الدين. وعايز أقول بصراحة القصص بقت ريحتها مش حلوة، الكلام ما بقاش ماشي قوي مع بعضه. يعني إيه مصر تنتج 2.2 مليون طن سكر بنسبة 77% من احتياجاتها، يعني اللي باقي 500,000 طن عشان نسد احتياجاتنا السنوية، فمفروض ما يكونش فيه أزمة سكر، مفروض احنا هنستورد حسب وزارة التموين
400 وشويه ولا 600 وشويه الف طن مره واحده. ده معناه اننا ما استوردناش ولا كيلو سكر السنه دي نسد بيه العجز. مش عارف هل الكلام ده صح ولا المفروض نفهم ايه؟ يعني وزاره التموين على الحميد المجيد ما عندهاش سكر ورصيدها صفر. ولا هنفضل كده كل واحد ياخدنا في ايده شويه ثم نخلص من السكر ونفتح في الرز ثم الزيت ولا ايه النظام؟ وسكه الدولارات اللي عماله تطلع بره بالطريقه دي ايه نظامها؟ عايزين نفهم فنستريح فالدنيا تبقى سهله. مطلوب نستورد 600 الف طن سكر خلال ايام حسب كلام رئيس الوزراء ووزير التموين، يعني رصيدنا صفر، ولا احنا طلعنا السكر بره ولا شربنا شاي والسكر بره وراجعين نستورد السكر اللي صدرناه، قررنا تصدير الفول السوداني واستيراده من تاني، ولا ناويين على ايه؟ هل في احتمال ان دوله رئيس الوزراء يدينا ارقام بارصده مصر الغذائيه، ولا المهندس شريف اسماعيل ما عندوش الارقام دي؟ دي دوله الرئيس، هل المفروض نفضل في التوهه دي كتير، ولا مفروض يكون الكلام على المكشوف ونفهم ايه اللي بيحصل؟ هل ممكن انتظر رد من رئيس الحكومه؟ بصراحه بصراحه ما عنديش امل. سيبنا بقى من المشاكل ونرجع نفتكر انتصاراتنا اللي اتحققت، والبلد ما كانش اصلا برضو وقتها فيها لا سكر ولا ملح، ولا كانش فيها لا لحمه ولا رز ولا فراخ ولا اي حاجه، بس انتصرنا. نشوف الجزء الثالث من الفيلم التسجيلي اللي عدوا الزملاء ابراهيم عكاشة واسلام كمال، وارى التعليق صديقي العزيز طارق ابو السعود، والمونتاج عمله اشرف العشري، ومخرجنا هلال السويدي، ومدير الانتاج نادر عبد الجليل. عملوا الثلاث اجزاء. الجزء الثالث عنوانه الدقائق الاخيره. كنا قدمنا لحضراتكم اول امبارح الدقائق الاولى، وامبارح قدمنا الجزء الثاني اللي هو كان عنوانه بعد البدايه. تعالوا نشوف. لم يستطع العدو ان هو يدفع دبابه واحده طول ايام القتال. في اليوم الاول للحرب كلفت بالقاء بيان باللغه العبريه على الجنود الاسرائيليين في مواقعهم. طرت مع شارون وفكرته القوات بتاعتنا على الخريطه او خلف الخطوط بيعدل مهمته ومالوش دعوه بالصعقه. تم تدميره بالفعل والدبابات غرزت في الارض الطينيه. البطاريه المدفعيه بالكامل كانت بتنفجر قدامنا زي الصواريخ اللي بنشوفها. السيوف ده عباره عن 86 سم، كان عبارة عن مفاجأة 73 التي أبلت بلاء حسنا وأوقفت دبابات العدو وترنحت على أرض سيناء. الدقائق الأخيرة. لكل شيء نهاية، ولكن كيف تكون هذه النهاية؟ الأخطر في النهاية هو لحظاتها الأخيرة، لأن بعدها تكون النتيجة. انتصار اكتوبر 73. بعون الله قادرون بعد الكلمة وبعد التنبيه وبعد التحذير ان نوجه الضربة بعد الضربة. الدقائق الأخيرة من الحرب كنا رصدين الدبابات المصرية اللي عدت، ودي كانت من أيام 67. خدوا الحرب في 67 الدبابات السليمة خدوها، والدبابات المش سليمة العطلانة كلها والمدفعيات ركنوها وعملوا بيها مواقع هيكلية اللي أنا روحت وبلغت عنها. عملوا بيها مواقع اللي يشوفها يقول حقيقي فعلا، ومموها وحاطين فيها عساكر ومجندين ومجندات اسرائيليين، وبيوحوا ان هنا في مجموعه عمليات اسرائيليه وكده. والدبابات اللي خدوها اصلا عملوا بيها تدريب، شارون عمل وعمل بروف عليه وحاول، قال لك عمليه فدائيه، وعدى من الدفرسوار، حاول يجس نبض ونجح في انه يعدي. احنا كان لينا مجموعه خلف الخطوط
على المراكب الموجوده هناك وبلغت هذه المجموعه ان في 7 دبابات اسرائيليين اسرائيليه عدت، لكن تم محاصرتها وكنا جاهزين ان احنا ندمرها. والسادات هدد بانه هينسف هذه الثغره اذا القوات دي ما طلعتش من هنا. ان هذه الساعات تتطلب شجاعه الرجال وعقل الرجال، ومن جانبنا فاننا نواجه هذه الساعات بخشوع الصادقين مع الله. تم وقف اطلاق النار في 22 اكتوبر. حاول الصهاينة انهم يعملوا ثغرة، احنا بنقول لهم احنا عدينا 180 كيلو، الجيش الثاني والثالث هم دخلوا من ثغرة 3-4 كيلو، وده وضع طبيعي في اي عمليات عشان الناس ما تهولش من شأن ثغرة او خلافه. الناس الصهاينة استغلوا هذا الوقت، لم يرتبطوا بعهد، فضلوا يتوسعوا في الجبال، وصلوا لغاية جبل عتاقة، حصرتهم قوات الصاعقة والباقي من قوات الجيش الثالث واحتياطي القيادة العامة للقوات المسلحة. طبعا كان نفسنا ان القتال لا يتوقف. فقد العدو المتغطرس توازنه الى هذه اللحظة. في دقائق الأخيرة للحرب أنا كنت مكلف مع الشهيد هاني حسن وأحمد التهامي والشهيد مصطفى حافظ بضرب الثغرة في منطقة تجمع القوات الإسرائيلية في الثغرة. اعترفوا أن القادة بتاعتهم خدعوهم، قالوا لهم أنت هتدخلوا الثغرة هتبيدوا القوات المصرية. اعترفوا أن شارون نفسه مرضاش يكمل الحرب، والقائد بتاعه جنين قال له كمل الحرب، قال له لا مش هكمل، أنا مش قادر، أنا بقابل وحوش أسود، مش دي القوات اللي أنا كنت متوقع أن أنا أقابلها. وها هم في حرب طويلة ممتدة وهم أمام استنزاف نستطيع نحن أن نتحمله بأكثر وأوفر مما يستطيعون، وها هم عمقهم معرض. إذا تصوروا أن في استطاعتهم تخويفنا بتهديد العمق العربي. في الدقائق الأخيرة من الحرب كنت بمركز ملاحظة سريتي على عمق حوالي 12 أو 13 كيلو متر من الشاطئ الشرقي للقنال. أمامنا قوات متمركزة للعدو، كان مهمتنا كانت باستمرار قصف هذه القوات علشان نحقق للمشاة أكبر فرصة أكبر للتحرك للأمام. كانت قواتهم عبارة عن دبابات ومدافع مع مدافع ذاتية الحركة، دمرنا منها ما دمرناه إلى أن صدرت التعليمات أو الأوامر بوقف إطلاق النار بعد الجهود السياسية اللي كانت بتتم في هذا التوقيت. والحقيقة ما أقدرش أنسى هنا إن فور صدور قرار وقف إطلاق النار جالنا من إدارة الشؤون المعنوية ما برضو بيان صغير بيقول احذروا اليهود ونقضهم للعهود. هذه ساعات تقدم فيها أبطال، وهذه ساعات يسقط بل يرتفع فيها شهداء. كنت موجود في مركز قيادة اللواء بنتابع عمليات وحدات اللواء وبنودها بالمعونة على قدر المستطاع، لأن كان الطيران بتاعه والمدفعية مشتبكة معانا بشراسة، لكن الحمد لله قدرنا نوقف هجومه على الإسماعيلية ونرجعه تاني إلى الجنوب. صواريخنا المصرية العربية عابرة سيناء من طراز ظافر موجودة الآن على قواعده مستعدة للانطلاق بإشارة واحدة إلى أعماق الأعماق في إسرائيل.
احنا التزمنا بوقف اطلاق النار، اسرائيل ما التزمتش. فكان مهمتي انا كجمع الخسائر من معداتي، انا جمع الخسائر من القوازف المضاده للدبابات، حساب الصواريخ اللي موجوده عندنا، عايز استكمل من المستوى الاعلى. بدات انا احط خلاص وقفنا اطلاق النار، لكن ما امناش لاسرائيل، فكان لابد ان نعيد تموين والامداد في اقرب فرصه، خوفا ان تعاد الحرب مره ثانيه. لم نثق اننا سنقف، كان العمل مستمر، كان التامين مستمر، كان الاختبارات مستمره، كان الامداد بالصواريخ مستمر. وفضلنا على هذا الحال الى ان تم وقف اطلاق النار ونحن اكثر استعدادا من البدايه. هذه ساعات تدور فيها معارك اكبر مما دار بالاسلحه التقليديه حتى في حروب العمالقه. كان هذه نهاية الحرب، وكان في نهايتها أن العدو الإسرائيلي كان في السويس يطلب المعاونة إن زي ينسحب من هذه المدينة، وهو حتى كاتب في بعض المذكرات هنسجاب رجلين بتسعود الانسحاب بالأقدام الجريحة، أي أنهم في النهاية انسحبوا وحوصروا. ومن ضمن في آخر أيام الحرب كنا نسمع استغاثة الجنود الإسرائيليين، لأن القوات الخاصة المصرية كانت تحيطهم إحاطة كاملة وتهاجمهم، فلم يكن لهم أي راحة حتى تم وقف إطلاق النار. لكل حدث بداية، ولكل بداية لحظات لا تنسى، ولمواجهة صعوباتها عليك بعمل خطوات كثيرة، لأن بعدها تكون النتيجة. انتصار أكتوبر 73. تاني بنقول كل يوم وكل سنة ومصر والعرب بخير. في وقت فيه احنا محتاجين نتكاتف بشدة، لان اللي بيحصل واللي هيحصل في المنطقة العربية ليس مبشرا بالكثير من الخير. نتفائل بالخير نجده، ولكن نحذر مما يحدث حولنا. يعني بنقاد كده في اتجاهات ما احناش عايزين نمشي فيها، ولكن بنلاقي نفسنا في وسطها ونرجع نشتكي نقول هو احنا وصلنا هنا ازاي. تعالوا شوفوا مثلا الجارديان بتحذر من ان يبقى فيه بيئة حاضنة لنسخة اكثر وحشية من داعش لو عملية تحرير الموصل في العراق ادت لتدمير المدينة وزيادة نسبة البطالة فيها. بتقول الجيش العراقي لازم يستعيد الثقة في ابناء الموصل اللي هم اغلبهم سنة، لان تدمير المدينة هيخلق زيادة كبيرة في معدلات البطالة، فيخلق تنظيمات اخطر من داعش. من بين الأسئلة اللي بتطرحها الجارديان، إزاي الحكومة المركزية في بغداد هتتعامل مع سكان المدينة اللي عددهم حوالي 1,000,000 شخص، وترجع النظام وحكم القانون لمدينة عانت من حكم داعش سنتين. مسؤول أمني عراقي مثلا بيقول لما يكون في 1,000,000 شخص في الموصل لازم نكون في منتهى الحرص، لأن الموضوع مش هياخد أسبوعين ولا شهرين، ومش عايزين نكرر اللي حصل في الرمادي لما 80% من المدينة اتدمرت، لأن ده هيخلق زيادة رهيبة في معدلات البطالة، وهيخلق بيئة تسمح أن يبقى فيه نسخة أكثر وحشية من داعش. جارديان عايزة إيه والإنجليز عايزين إيه؟ حنية ما بعدها حنية من السادة البريطانيين اللي عندهم حالة هلع هم والأتراك من تحرير الموصل، فشكلهم كده بيتكلموا على انها احسن يعني انها تتساب في ايدين داعش بدل ما البلد تتدمر، مع ان حضراتهم دمروا العراق كله ودغدغوا العراق كله. حدش بيقول ولا يرضى ان هم يدمروا الموصل ولا غيرها، لكن القصه شكلها ان البترول في ايدين داعش مفيد ليهم اكتر من ان هو يكون في ايدين العراقيين. هل المفروض العراق تقبل داعش في الموصل عشان حنية الإنجليز اللي عاملة زي حنية الوز للي عارف المثل؟ من إمتى بيعملوا حساب للناس؟ برضو لما الناس دي بتتكلم كده بحس إن فيه
حاجة مش مظبوطة ورا كلامهم. بنحتفل ب 150 سنة برلمان، وتاني بقول للبرلمانيين الحاليين والسابقين كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله برلماننا الحالي يبقى قد المسؤولية زي ما كنا بنقول وبنتكلم امبارح مع عدد من البرلمانيين. ونتذكر راحلين ترأسوا وكانوا أعضاء في هذا البرلمان على مدى 150 سنة، ويمكن أكتر من أيام محمد علي، لا يمكن توصل لحوالي 189 سنة في الحالة دي، ونقول يعني هل التاريخ والإرث الكبير اللي هما سابوه لنا إحنا ممكن ناخده ونكبره ونطوره، عشان يعني لما حد يفتكر أبناء هذا الجيل يقول في هذا الوقت في عام 2016 الناس اللي كانوا موجودين طوروا العملية الديمقراطية والحياة النيابية بشكل مختلف تماما. رحم الله البرلمانيين المصريين اللي كانوا في البرلمان على مدى سنوات طويلة ورحلوا عن عالمنا، ومرة ثانية كل سنة وانتم طيبين لهؤلاء اللي موجودين بينا النهاردة من البرلمانيين السابقين المخضرمين، وكلنا عشم في البرلمانيين الحاليين. احنا عندنا النهاردة فقرتنا فقرة اقتصادية، فناس كتير بتقول هو البرنامج بتاعك تحول بقى برنامج اقتصادي ولا ايه، ما بقاش برنامج سياسي. الحقيقة حضراتكم اكيد حاسين ان الاقتصاد هو اللي غالب على الامور. الناس لما هتقعد مع بعضها في القهاوي، في الكافيهات، في النوادي، في مراكز الشباب، في المواصلات، في الشارع، في اي حتة، بتتكلم عن موضوعات اقتصادية، من اول رغيف العيش للسكر اللي مش موجود، للرز اللي مشكلته عاملة ازاي. لأحمد عبد العزيز بعت لي على تويتر هنا بيقول لي احنا ممكن نعيش من غير سكر ورز، بس والنبي اتكلم عن مشكلة انابيب البوتاجاز، مش لاقيين انابيب البوتاجاز. طبعا مشكلة كبيرة ان الناس تبقى مش وصلها الغاز الطبيعي، ودول الغالبية العظمى من المصريين مش لاقيين انابيب البوتاجاز بتاعتهم. عندنا ظروف صعبة، عندنا مشكلة دولار، عندنا مشكلة انتاج، عندنا مشكلة في امور كثيرة جدا محتاجة اننا ننظر اليها بشكل موضوعي جدا دون تحيز لطرف على طرف، لان هنا مفيش اطراف، هنا في مصر وفي مصلحة مصر. عندنا وفد موجود في امريكا، في ناس من البنك المركزي وفي ناس من الحكومة ووزارة المالية والتعاون الدولي، عشان خاطر نوصل لحاجات تخلينا نخرج من المأزق الحالي اللي احنا موجودين فيه. نخرج منه ازاي ده هنتكلم فيه في الفقرة اللي جاية. بس ايه اخبار الدولار بقى اللي عدى ال 14 جنيه في السوق السوداء اليومين دول؟ كابيتال ايكونومكس للابحاث بتقول البنك المركزي هيخفض سعر الجنيه بعد ما يتم توقيع الاتفاق مع صندوق النقد على طول، مش هيستنى لحد ما الاحتياطي يزيد، رغم ان محافظ البنك المركزي طارق عامر كان قال في فبراير اللي فات انه مش هيخفض سعر الجنيه الا بعد ما الاحتياطي النقد الاجنبي يوصل ل 25 30 مليار دولار. من اسبوع المركزي اعلن عن ان الاحتياطي النقد الاجنبي وصل لحوالي 19.5 مليار دولار في سبتمبر. الكلام ده فتح باب التوقعات ان ممكن تبقى فيه اجراءات سريعه تتخذ لتعويم الجنيه حسب برنامج الحكومه اللي مرتبط باتفاقها مع الصندوق. فكابيتال ايكونومكس في مذكره عاملها مذكره بحثيه توقعت انه بعد ما يطلع بقى قرار تعويم الجنيه سعره هيتراجع قدام الدولار في السوق الرسمي 25% بنهايه سنه 2017، يعني بعد سنة وشهرين يوصل ل 12 جنيه في السوق الرسمي، وفي نهاية 2018 يوصل ل 14 جنيه. الكلام ده لو حصل معناه ايه؟ ده اللي هسأله لضيوفي والخبراء. المهم كابيتال ايكونومكس بتقول في مذكرتها ان بعض المحللين شايفين ان مصر مش هتخفض سعر الجنيه قبل ما يتوفر ليها مصدر مستدام من تدفقات نقد اجنبي. بتقول رغم ان ده بعكس يعني عكس الكلام المتوقع انه مش هيحصل انتعاش في الاستثمار الاجنبي الا لما يتم تخفيض سعر الجنيه لاربع اسباب.
السبب الاول هو ان المستثمرين مترددين ان هم يحطوا فلوس في مصر في الوضع الحالي خوفا من ان قرار التخفيض يجي بعد ما يدخلوا الفلوس فيعملوا الخسائر لحظة ما بيحصل الديفاليويشن او التخفيض. التاني هو ان الاصول المصرية هتبقى اكثر جاذبية لان سعرها هيتراجع دولاريا بعد ما قيمة الجنيه تنخفض، يعني اللي كان بمليار لو انت شلت ربع ده بقى مليار الا ربع. الكلام ده كان حصل قبل كده وشفنا اداء الاجانب في البورصة المصرية بعد ما الجنيه اتخفض في مارس اللي فات ونزل 112 قرش، وتقال وقتها ان ده لعلاج تشوهات منظومة اسعار الصرف وعشان نقدر نستعيد تداول النقد الاجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة، وده الكلام اللي كان قاله محافظ البنك المركزي وما حصلش. السبب الثالث حسب الورقة البحثية لعدم تدفق النقد الأجنبي بشكل قوي أو بشكل مستدام إلا بعد التخفيض هو احتمال إرخاء قبضة الدولة على الجنيه وإن القيود على العملة الأجنبية تقل. والسبب الرابع هو اللي جوه السياسة الجديدة من دليل على إن الحكومة هتلتزم بالإصلاح وتحرر الاقتصاد. إيه مدى صحة مثل هذا الكلام؟ ينطبق ولا ما ينطبقش؟ طب نشرحه شوية أكتر إزاي؟ طب الوضع الاقتصادي ودولار وتعويم وعملة و و و ماذا يعني بالنسبة لحضرتك أو لحضرتك في حياتنا اليومية وإحنا بنتعامل؟ لما ننزل ندفع الإيجار، لما ندفع الكهرباء، لما ندفع المية، لما نشتري أنبوبة البوتاجاز، لما نشتري الأكل، مرتبنا اللي كان يساوي كذا دولار ممكن يبقى ساعتها يساوي كذا دولار أقل بالسعر الرسمي، لكن بالسعر الحقيقي يمكن سعر السوق السوداء يتراجع زي ما هو متوقع بعد ما يتم التعويم أو التخفيض أو مش عارف اللفظ المناسب هيبقى إيه، هعرفه برضو من ضيوفي بعد الفاصل عشان نقدر نعرف حياتنا شكلها عاملة إزاي وأوضاع مصر الاقتصادية هيبقى شكلها إيه، وهل لازم نعوم الجنيه ولا في سكك تانية ممكن نروح لها. ألقاكم بعد الفاصل.